عسى الله يبارك لنا قدوم شهر رمضان وعنا فيه على طاعته. مع بداية الشهر الفضيل في كل سنة نلاحظ في بعض الأمور نشوفها مثل زحمة المصلين في المساجد، حتى الفروض العادية متروح للجامع ما شاء الله يكثرون، والناس تتفرغ حق قراءة القرآن وكثرة التلاوة وختمة ورا ختمة، أو الزحمة اللي تصير عند بعض المساجد في التراويح عند بعض القراء اللي قراءتهم ما شاء الله طيبة. في بعض الناس يعلقون على هذه المظاهر، يقول لك اللي ما شاء الله تارسي المسجد شوف هذا الزباين رمضان انطر عليهم عقب رمضان يرد المسجد يصفر ولا تشوفهم، واللي يقرون القرآن وايد يا أخي مو مهم كثرة القراءة، المهم شنو فهمت، المهم تتدبر، المهم مش تفهم، والزحمة اللي هناك ايش دعوة عليكم، يعني مو الحرم ترى كل المساجد فيها أجر وكلها نفس الشيء. يا أخي معلش ليش الانتقاد حق الأشياء الحلوة؟ المفروض تفرح، هذا اللي توه داش المسجد شباب تعرف عليه تسمه بوي، يمكن معاملتك له تخلي ما يهد المسجد، وهذا اللي قاعد يكثر قراءة ترى هو بخير وأجر، التدبر مطلوب، بس قل له بارك الله فيك وشجعه وكثر الله خيرك وعسى الله يعطيك الأجر، والتلاوة بحد ذاتها لها أجر، لا تحسس أنك أنت غلطان لأنك قاعد تقرأ قرآن وايد، لا لا وجهه ما يخالف بس شجعه، والزحمة على المساجد في التراويح خلي تزحمون يا أخي، قاعد تزحمون في كل مكان في الأسواق في الملاعب في كل الحفلات، خلي تزحمون بشهر فضيل على المساجد، خلوا الناس تعبد ربها سبحانه وتعالى، وعسى الله يتقبل منه الجميع يا رب.